السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على مسلسل وين شرب على نهايته. ابراهيم دياز وافق على تمثيل المنتخب المغربي، وكشف التقارير أن مسلسل إبراهيم دياز نجم ريال مدريد يتجه نحو نهاية بالإعلان انضمامه إلى المنتخب الأسود الأطلس رسميا رغم الإغراقات الإسبانية. وحسب نفس التقرير فإن دياز أعطى للمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الضوء الأخضر لتمثيل المغرب بداية من شهر مارس المقبل، يعني وين غادي تكون ضربة قوية لإسبانيا، يعني وين نقولوا باللي المغرب سوف يوجه ضربة قوية للاتحادية الإسبانية. كاشتي إلى إبراهيم دياز ريال مدريد يلعب معاك لعاب راك وزن ثقيل سي محمد، وزن ثقيل. وعاد شوف احنا نهضروا كرة قدم جماعة، معنا نهضر كرة قدم، يعني كي نهضروا كرة قدم وين وزن على بالك رهبة ماشي سهلة عليا. وين تورد نفس التقارير أن اللقاء الأخير لإبراهيم دياز مع وليد الركراكي صار بشكل جيد، حيث تم تأكيد على أن اللاعب سيكون له دور أساسي في المنتخب المغربي. وتضيف نفس المعطيات أن إبراهيم دياز أخبر مقربيه بأنه اتخذ قراره وسيمثل المنتخب المغربي نهائيا، وهذا يرتقب أن يظهر دياز أول مرة بقميص المنتخب المغربي في مباراتين مقبلتين لأسود الأطلس خلال شهر مارس. أي بصحتهم خويا، واحد شنو نقولوا احنا بصحتهم يستاهلوها. ولد المغرب هذه هي خويا، ولد المغرب يستاهلوها خويا متهالي كاع. وين هي راهي في طاو الايام اللي فاتت وين قال لك باللي طاو الضوء الاخضر من الركراكي، وين نقولوا باللي الركراكي وين تلقى الضوء الاخضر يعني من اجل يعني وين تلقى المدرب المنتخب المغرب وليد الركراكي الضوء الاخضر من مسؤولين الاتحاد المغربي لكرة القدم من اجل يعني وضع اللاعب نادي ريال مدريد الاسباني ابراهيم دياز الى في قائمه الاسود الاطلس قبل مواجهه المنتخب انغولا وموريتانيا في 22 و26 القادم على ملعب اكادير كبير في اول ظهور لزملاء اشرف حكيمي امام جماهير مغربيه بعد الاخفاق الاخير في نهائيات بطوله كاس امم افريقيا في الساحل العاج. يعني بعد خروج مفاجئ، خاطر كي نقولوا خروج مفاجئ ما نكذبوش على روحنا، خروج مفاجئ صح، هزيمه انهزام يعني مدوي انهزام مفاجاه يعتبر من مفاجات تاع الدوره اللي فاتت. المغرب يعني انهزم تعتبر باللي من مفاجآت، كانت يعني مفاجأة كبيرة كيما السنغال من نخرج، كانت مفاجأة هذه هي. وبهذا الإطار وين حصل يعني بعض المعلومات من مسؤولين من الاتحاد المغربي لكرة القدم رفض كشف هويته ضمن مكلفين بملفات اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، أكد من خلاله بأن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي منح المدرب وليد الركراكي موافقته من أجل وضع اسم اللاعب ريال مدريد إبراهيم دياز في قائمة المنتخب المغربي وتوجيه الدعوة رسميا له من أجل مساعدته على حسم اختيار اللعب للمنتخب بلاده بشكل نهائي ورسمي. مليحة ولا لا مليحة؟ أنا يعني كيما هكا غايضة مين ضيعوا الآخر كسموه ذاك لامين جمال، هذاك فاني هذاك حاجة كبيرة صاحبي راهو على بالك. هذاك نورمالمون المغرب كنت لعب معاهم كوب دي موند، خلطة كبيرة يا شوف يا كاين ذاك رحماني هذاك الطفل الصغير هذاك تاع الايديسات هذاك رحماني هذاك لاعب كبير هذاك، يعني نقول لكم.
وذكرت المصادر في كلامي الملف براين دياز. وبعدما كان يميل للكفه للاسبان في الاشهر الاخيره شهد تطورات جديده وجعل منافسه تشتد بين المغرب واسبانيا على اللعاب لا تربط اساسا بظهور احد اصدقاء ولد اللعاب ابراهيم مع والد غريغي في صوره تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع الشخص الذي ظهر مع غريغي في الصوره مؤخرا يعمل ضمن شركه مكلفه بوكالة اللاعبين يملكها والد إبراهيم دياز في إسبانيا. الاتحاد المغربي ظل يشتغل. يعني شو كيفاش شو الناس ما كرهتش ما كاش الحضرة بزاف الإعلام تاعهم على بالك حضرة قليلة شي معنى على بالك حنا بزاف والله لا حنا عندنا لازم الإعلام لازم لها الناس تدخل للسوق ما كاش لازم ما كاش حنا الإعلام شوية سامي مش الاعلام ما نعايروش كاع الناس لا حاشا صح كاين اعلاميين ان نكون نعاودو نولو حنا عندنا واحد الاعلاميين نهار اللي جا نهار اللي المغرب ما بغاتش تنظم كوب دافريك 2015 عيسى حياته جهنا الجزائر مين راح يخرجوا اعلاميين على راسهم يعني جماعه تاع النهار وفانيك مصطفى معزوزي ما خلاوش ولو يعايلوا ديرك ولد له كيما هكا عيسى ما ماتوا ويعايلوا ماشي زعما بالعاني يعايلوا انتوما ولو يعايلوا فيه هذه حقيقة رانا نقولوا فيها كاين بعض الأجلاد والعلوج تاع إعلام لازم تتنقى ما كاش صايك واش هو غير شو مغاربة ما كاش هضرة بزاف دياس منا ولا من ساعة كاين يوتيوبر في الفيسبوك كاين ما واقع يتكلموا بصح مش كيما يهضروا في الرسميات يخرجوا يهضروا وتابع المصدر الشخص الذي ظهر مع الركراكي يعني الشخص الذي ظهر مع الركراكي في الصوره مؤخرا يعمل ضمن شركه مكلفه بوكاله لاعبين يملكها والد ابراهيم دياز في اسبانيا والاتحاد المغربي ظل يستغل على ملف اللعاب منذ مدة سنكون سعداء يعني بعد حسم اللعاب ريال مدريد الاختيار المنتخب المغربي في الوقت الحالي ونكمل يعني حرية ستكون للعاب نحن لا نضغط على أي أحد وحين سيتلقى دياز الدعوة من الاتحاد المغربي سيحس باهتمام مسؤولي الاتحاد المغربي وأيضا مدرب وليد الركراكي. الذي فتحه في أكثر من مناسبة لكي يلعب مع المغرب وختم المصدر ما يجب أن تعرفه الجماهير المغربية أن مسؤولي الاتحاد المغربي لم يعودوا يتحملون اختيار بعض مزدوجي الجنسية في اللعب يعني لإسبانيا بدل المغرب مثل ما حدث مؤخرا مع إلياس أخموش واللاعبين المغربيين شباب في أتلتيكو مدريد ويتعلق الأمر بريحاني وبن سعيد والجباري وعليها يولون ملف إبراهيم دياز أهمية قصوى وما يمكن تأكيده أن الأمور يعني فيها من فيما يخص لعاب النادي الملكي ستتوضح أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة وين قال لك باللي مسؤولين تاع إسبانيا ما ولاوش يتحملوا يعني ما ولاوش يتحملوا باش اللعابة يروحوا لهم هكا هذه هي ها حنا الله ينجحهم ان شاء الله يا ربي ما ربي ينجحهم ما. هذيك نقولوا بلي يا ودي اليوم وين تشوف لعابه تشوف لعاب كيما هذا حاجه وزن كبير خويا راه وزن كبير لعابه كيما هذا وهذا يهضر صح يعني ماشي سهله راه وزن كبير لعابه كيما هذا وانت هيك لعاب كيما هكا يعني ما لعب تجيك من ريال مدريد ولا مين ها او لعب تجيك يجيك يهود لك من ريال مدريد يلعب معاك انت يعني ما ماشي سهله واحد هذا صح بزاف غلط كاين بزاف ناس غلطه حاسبينها زعماك حاسبينها جايه غير هكا جايه غير هكا لا ماشي جايه هكا راكم غالطين. أسأل أنت كاسبة
ناس تخدم خويا، ناس ناس ما شاء الله. هذه هي شوف التوانسه يخدموا مصالح ويخدموا الجزائر تخدم غالبا، يعني بيترو كوب دام اللي بتجي شابه ولازم تمتنوا، لازم لا ديفونس غارديا ميليو تيرا لازم تمتنوا، راكم شفتوا كوب دام اللي فاتت لازم تمتان. انا نقول لكم متاليه، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.